إذ انطلقت بالقاهرة فعاليات ورشة العمل التحضيرية الثانية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية، وتهدف الورشة إلى تطوير خطط العمل الوطنية في ملفات المرأة واستدامة السلام والتنمية واستكشاف فرص تعزيز مساهمة الاتحاد الأفريقي في تنفيذها. المزيد في سياق هذا التقرير. تحت عنوان تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن في أفريقيا والتغلب على التحديات واغتنام الفرص، انعقدت ورشة العمل التي نظمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام. ورشة العمل دي هي تاني ورشة عمل بتنظمها وزارة الخارجية ومركز القاهرة في إطار عملية التحضير الموضوعي لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين اللي أعلن عنه السيد الرئيس خلال تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2019. الهدف الأساسي من ورشة العمل هو تحضير أولا مراجعة الأجندة الأقليمية لموضوعات المرأة والسلم والأمن، ووضع توصيات لتكون قدام أمام القادة في منتدى أسوان. تستمر الورشة على مدار يومين بمشاركة 40 خبيرا من أكثر من 20 دولة من أفريقيا وخارج أفريقيا. هذه الورشة مهمة جدا وتأتي في توقيت مهم بعد أسبوع واحد من القمة الناجحة تيكات 7 مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية برئاسة رئيس الوزراء الياباني والرئيس عبد الفتاح السيسي كرئيس للاتحاد الأفريقي. أحد أهم موضوعات التيكاد كان تحقيق الأمن والسلم سويا للاقتصاد والمجتمع بجانب بناء السلام، متضمنا ملف حماية السيدات ومشاركتهن المجتمعية والتي تم أخذها في الاعتبار بشكل جاد في الملف الأخير في يوكوهاما. وتعد الورشة تحضيرا لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين الذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تدشينه خلال تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقي، والذي سيعقد في 11 و12 من ديسمبر 2019.